مشاهدي الكرام، صحة فطوركم وصحة شربتكم. مرحبا بكم اليوم في حصتنا التجربة الاجتماعية الخير في بلادنا، الخير في بلادنا الموسم الثاني لهذا العام. اليوم قررنا أني نخرج بطفلة عندها 9 أشهر باش نشوفوا آراء الناس، لكن آراء الناس مختلفة من نوعا ما. آراء الناس راح نمد بنتي عندها 9 أشهر الإنسان مجهول ما عندي حتى علاقة معه، ونتقمص لها الدور أنه العائلة تاعي توفات للأسف، ونشوفوا ردة الفعل تاع الشعب الجزائري. ما بقى لنا لكم، تبوا معنا. بويا مخصك بيبي تربي، الله يحفظه والله والله العظيم. واه نعطيك كل شيء بويا والله. ما والله هاني نرقد برا، ودارنا ماتوا بالغاز كاع، عندي هذه نرقد معاها برا الله يرحمها. ما يعطوها ليش؟ هاني نرقد برا، ما دمرها مريضه وما عنديش شي ندير نوكلها ونشربها. بنتك هذه؟ بنتي اه. والله والله العظيم عندها ما الله يرحمها هي ووالدتها، متنا بالغاز، ماتوا كاع بالغاز. الله اكبر. كاين صحاب الخير، روح القهوه، روح دي بنتك ديرها تحتك، هذه دوك ديرها تلقاها كبرت ترفدك، فهمت؟ خلي بنتك مسكينه. والله غالب راني نرقد برا ثم راني مغبون بزاف، راني نرقد في المانج. والله ما ترفدك هذه، هذه تسامح بها صحاب الخير. ما عنديش، ما عندي لا سكنه لا والو، عمي خرجني من الدار كي صرا مشكل تاع الغاز ودارنا. غير انا في الدار، غير انا في الدار. عندي عمامي بصح ولا ما عندي زكاع، حنا عندي غير زوج هكا زعما كما كاين. عندي كاع ماتوا كاع. قولهم انا راجل نتحمل برا وهيك. ما بغاوش خرجني من الدار عمي نورمال. لا لا مسكين الله. ساعفني ساعفني، كاين صحاب الخير، كاين صحاب الخير. روح الجمعيات، روح لوداج، وين يباتوا تاع الميزون جان، كلهم غير انا وبنتي ما عنديش. ايوا راني وحدي خطاوي بعد الجارد مش عارف. الله غالب دمعه نشفت، راني كل يوم نبكي دمعه نشفت صايب. اي قرر ديت الدفتر العائلي عاد الشرطه، قالوا لي كي تلقى واحد يتكلف بها ولا قالوا لي جيبه ونديروا معاه هنا. يا حبيبي نقول لك واحد الكلمه، دبر راسك، انا ما ندخلكش في الموضوع. انا معايا نهضر لك ماشي كيما هذا. ويرحمها. اسمع لي غير قد نعطيك واحد المقدمه، هذا كبر واحد 7 تاع اليتامى ولا ما تلاش جوج تاعه وكبر. هاك حبيبتي حبيبتي. سلك بالدار تاع ربي اللي داري بها بحرط، كنت معاول على الجيو.
بها حليبها بها هذيك وتوحها بها صوالحها ودبر غير نوريس ونوريس تخلصها معليش بالشهر ولا واه تاني وتروح تنابيك على زمرك تخدم وكل بصح بنتي تقعد حدايا تقعد حدايا راك معايا باسكو هذيك كبده هذيك كبده هذيك غادي يومي تكبر غادي يومي تكبر والله راك شي خوف لك شمي صار على رقبتي تروض سنين راه يتقيالي تمرض لي ما 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 والو والو ما سنين حاجه كان ديال نوريس كان نوريس تحطها تخلص عليها 3 كان ما يحمل والدي راه عندك وني خلص فيك وجاب لي بنتي وانا ما عندي لا ام لا بو لا حدا احكي لها كاع لابيريتي راك معايا واك مقابل بنتك حتى تكبر لك قدامك كلشي وهي غير في النافيغاس تاعك انت تنافيغي لها هذيك 300 ولا 400 تاعها وهي هي تدفنك هي تدعي لك هي تدق عليك هي تدير لك كل شيء يا صاحبي ساعدك والله راك تندم عليها ودبر راسك والله راسك نعرفوا صاحبي انا نقسم بالله انا عندي 8 وراس ولادي وكي شات حق قبل هذا وكنت سقسي ناب وربنا مع عبد الله بالخدمة الدراع والله ما سمحت لولادي ندير الخدمه والدبزه ومن الله ولي والريسك الله يبارك زعم 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 صبر زعم زعم شوف تمدها هذيك دقيقه تمدها ودور دور هكا ظهرك وتروح تمك ربي يعني شو شو يمحيك درك ودبر راسك الله يسهل انا ما ندخل في عقلك بنت ما انت راجل اني عارف تحمل كلش هي هي غدوه ها ما ديرهاش ما ديرهاش معليش مادام معليش معليش مادام ما نشلوها لا معليش مادام والله فهمتني والله في بنتك طيح ونوض على بنتك راك صغير خدم كاين انا نخدم انا ندير كلشي على جالها بصح ما عندي فين نرقد
وفريمون حسستوني احساس تاع الام والله. اقسم بالله حسستوني احساس تاع الام صراحه والله العظيم. بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. قولوا حاجه اللي اثرت فيك.